يعلم الجميع أن كل لذاذة لديها لونها الخاص. ما هو اللون المفضل لديكم؟ أنا الأحمر، إنه مشرق للغاية. دعونا نكتشف حالا ما هو لون الحلوى التي يحبها أبطالنا. مرحبا بكم في مالتي دو. يا له من جمال، أنا أحب اللون الأزرق وحصلت على كعكة زرقاء. وأنا أحب اللون الوردي تماما مثل الفتيات. كعكتي وردية بالفراولة، لطيف. كعكات كبيرة بألوان زاهية، ولماذا لدي شيء أسود؟ أتمنى أن يكون مذاقه جيد. ستكتشف لاحقا لأنني سأبدأ أولا. كعكتي مزينة بعيون سكرية، يمكنني اللعب بهم ثم التهامهم. ممتاز. حسناً، أبعد يديكم. من أعطاكم الإذن بلمس كعكتي وعيني؟ لا تجرؤوا. حسناً، لا تصرخي. لأنكم تصرفتم بوقاحة. يمكنني التعامل مع كل تلك العيون بنفسي. كيف تختفي في فمك؟ يا لها من سرعة، لكن طعمها رائع بالنسبة لي. لن تعرفوا كم هي لذيذة. انظروا، يبدو أن لدي عين ثالثة. حقا، إنها تماما مثل العين الحقيقية. حسنا، لقد أنهيت العيون. لقد حان وقت الكعكة. يا لها من كريمة لذيذة، لابد لي من أكلها. لا يمكن تفويت هذا. على الأقل العقي بعناية، سنكون ملطخين بالكريمة. نعم، إنها في كل مكان. أنتم فقط تغارون مني لأنني حصلت على كعكة لذيذة وجميلة. الآن كل ما تبقى هو هذا، يمكنني رميه بعيدا. بعد أن انتهت سوزي، حان دوري. أتمنى ألا يؤثر لون كعكتي على مذاقها. شيء ما يخبرني أن هذه الكعكة مقرفة. أنت تخترعين هذا؟ الكعكة جيدة جدا، لذيذة جدا ومشبعة جدا. لكن لماذا تتخطى البروكولي الأسود؟ لأنني لا أطيقهم. لدي ما يكفي من الكعكة اللذيذة. عن ماذا تتحدث؟ في الواقع عليك أن تأكل كل شيء، لذلك افتح فمك، أنا سأطعمك. واو، لا حاجة. هذه الملعقة من أجل أمك. أوه نعم، مقرف. أوه لذيذ لذيذ. ملعقة أخرى من أجل أمك وأبيك. هذا يكفي، هذا مقرف، أنا لا أحب البروكولي. لكن من أجل أمك وأبيك عليك أن تأكلهم. بما أنك انتهيت، هذا يعني أنه دوري. سأكل كعكتي. لدي فكرة رائعة، سأنتقم من ماري من أجل البروكولي. أوه، كعكتك تطلق رائحة كريهة. حقا، هل هي رائحة كريهة؟ لا ينبغي أن تنتشر. ماذا فعلت؟ لماذا؟ أوه، لديك الآن فراولة في جميع أنحاء وجهك. وكريمة. وماذا في ذلك؟ إنه رائع جدا. الآن أنا كعكة لذيذة. أوه صحيح، ربما يمكننا أيضا أن نغوص فيها. لا، أفضل أن أكلها بنفسي. حسناً، لا يسعنا إلا الانتظار. واو، يا له من شيء رائع. يبقى فقط أن أفهم كيف يعمل. أما خاصتي فهو واضح، إنها آلة العلكة وأنا سعيدة بها. أنا أيضاً، وجهاتي أكبر بعدة مرات، لا أستطيع لف يدي حوله.
بينما يحاول زاك احتضان آلته، يجب أن أجرب اللعب للحصول على بعض الحلوى. هاي، أنا محظوظة، ألعب للمرة الأولى وبالفعل أفوز بالجائزة الكبرى. هذا رائع، ولكن لماذا هذا الجهاز يعطي علكة واحدة فقط؟ أريد المزيد. قد يكون من المفيد الفوز ببعض الجوائز. أوه، مهلاً. آلة غبية، لا تريد أن تعمل إطلاقاً. ماذا أفعل؟ كيف أحصل على العلكة؟ بالضبط، أحتاج فقط إلى تحطيم هذه الآلة بالمطرقة. يا لها من المطرقة، يبدو وكأنها عود أسنان. هل هذا مضحك؟ إذن حان وقت المدفعية ثقيلة. ما رأيك بها؟ حسناً، وداعاً أيتها الآلة، خذي هذا. هل الأمور جيدة؟ لا ضرر من القيام بذلك. كل شيء على ما يرام، أنا لست مضطرة للمعاناة، يمكنني فقط تناول كل الحلويات. كم هي لذيذة؟ إنها تمتد بشكل رائع. واو، تبدو علكة سوجي لذيذة، لذلك أريد إخراج علكتي من الآلة أيضا في أسرع وقت. ومع ذلك أنا لا أفهم كيف. في رأيي إنه صعب للغاية. لا يمكنك فعل أي شيء، عليك أن تفعلي ذلك ببطء وحذر شديدين. دعيني أريك. ببطء ببطء، كل الحلوى يجب أن تسقط في الحفرة لتخرج إلينا. هذا كل شيء. زاك أنقذ الجميع مرة أخرى، لهذا يستحق جائزة على شكل كل العلكة. ماذا؟ لا، يمكنني التعامل معهم بنفسي بدونك. أعطهم لي. واو، يا لها من طريقة مريحة لأكل العلكة. لم تتسخ يدي ولم ألعب بهذه الآلة، كل ما أحتاجه هو زاك. هل هذه الطريقة التي يجب أن تشكريني بها؟ حسناً، الآن لدي مجموعة كاملة من الأشياء الجيدة أمامي. علي أن أضع عملة واحدة داخل الجهاز، حيث سأحصل على الفور على كل العلكة. واو، هناك الكثير من العلكة. لدي مخزون كاف لفترة طويلة. يا بنات، الجميع يمضغون العلكة، لكن لماذا لم يفكر أحد في نفخ الفقاعات؟ لا أعلم. أنا أعلم، الآن ستخسر بالتأكيد، ستكون فقاعتي أكبر بكثير، سأثبت لكم ذلك. يبدو أن الفقاعة كبيرة جدا. انظري زاك يغادر، سأمسك به. لم نرى أي شيء. ساعدوني. نعم، اتضح أنه مضحك. يبدو أن رائد الفضاء لدينا عاد إلى الأرض. 5 دقائق رحلة عادية. زاك، أنت مضحك جدا. دبوس، لكن لماذا؟ لا أعرف. ليس لدي أي فكرة. يبدو لي أن شيئا لذيذا ينتظرنا داخل هذه البوالين. اسمحوا لي أن أكون أول من يتحقق منه. أوكي، هير وي جو. واو، هذه ليست فقط حلويات، إنها سكيتلز. رائع، هناك الكثير منهم. خلابة. ولذيذة جدا، أريد أن أمتص كل الحلويات دفعة واحدة. لذيذ. زاك، أنت الآن. إذا حكمنا من خلال الرسم على البالون، فإن شراب الشوكولاتة ينتظرني، لذلك سأتناوله مع الفطائر. سأقوم بوضع الكعكة الوافل هكذا. أوه اللعنة، لماذا كل شيء علي؟ يبدو أنك أخطأت في كعكة الوافل، كان يجب أن تضعها على اليسار قليلا. ها، مضحك للغاية. هل أنتم تعرفون ما هو حقاً رائع؟ الآن سيكون لدي شارب شوكولاتة رائع.
نعم، مثل أطفال. ربما قطة. هذا ليس مضحكا على الإطلاق. هيا، أنتم فقط مملون. أفضل أكل كعكة الوافل. ماذا علي أن أفعل؟ إذا ثقبت البالون فسوف تتساقط الفانتا علي. أعتقد أنني سأشرب الفانتا من البالون، إنه أكثر ملائمة وألذ. مهلا، لماذا توقف؟ هاي، get out! يا لها من بخيلة، علينا تعليمها درسا. بالضبط، هذه هي الفكرة. ماذا فعلت؟ أنا مبللة ورطبة. لا تكوني بخيلة في المرة القادمة. اشتركوا في منتظر فأنتم بالتأكيد لن تفوتوا التحدي الجديد المذهل. صدقوني إنه يستحق ذلك. ابقوا معنا وإلى اللقاء.